وزي ما نورتنا في حفل الافتتاح بتنور حفل الختام النهارده الجميله فوزيه محمد، بقول لك منوره الدنيا كلها. ميرسي، ربنا يخليك. النهارده كنت حريصه انك تحضري حفل الختام، عايز اعرف السبب ايه؟ طبعا انا مهتمه جدا بمهرجان السينما، مهتمه جدا بالسينما، و وتعودت من 2006 من ساعه ما جات لي اول دعوه لحضور مهرجان السينما اني احضر كل سنه. اكتر حاجه لفتت نظرك النهارده في حفل الختام ايه؟ والله اللي لفت نظري النهارده في الدوره عامه، دوره السنه دي بتنظمها حلوه قوي بجد، وشكرا للدي ام سي. اللي لفت نظري النهارده بالخصوص وجود نجوم مهمين جدا 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 في السينما الامريكيه موجودين عندنا النهارده في مصر في ظل الظروف اللي احنا فيها، دي حاجه جميله.